البداية السياسية، تابعنا خطة ترامب تحت اسم خطة السلام، وبناء عليه أعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها صدر منذ قليل، أعلنت تقدير مصر للجهود المتواصلة التي تبذلها الإدارة الأمريكية من أجل التوصل لسلام شامل وعادل للقضية الفلسطينية، بما يسهم في دعم الاستقرار ودعم الأمن في الشرق الأوسط وينهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. الوزارة أشارت في البيان اللي صدر إلى أن مصر ترى أهمية النظر لمبادرة الإدارة الأمريكية من منطلق أهمية التوصل لتسوية القضية الفلسطينية، بما يعيد للشعب الفلسطيني كامل الحقوق المشروعة الخاصة به من خلال إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة ووفقا للشرعية الدولية وكافة مقررات هذه الشرعية. الوزارة أضافت أن مصر بتدعو الطرفين المعنيين بالدراسة المتأنية للرؤية الأمريكية الخاصة بتحقيق السلام والوقوف على كل أبعادها وكل ما فيها، وأنها تحاول تفتح قنوات للحوار والمناقشة لاستئناف المفاوضات تحت رعاية أمريكية لطرح رؤية الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي تجاه هذه الخطة المطروحة من أجل أن تتوصل لاتفاق يلبي تطلعات وأمال الشعبين في تحقيق السلام الشامل والعادل فيما بينهما ويؤدي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. ممكن البعض يقول ده بيان وزارة الخارجية وبيان واضح الحقيقة، يعني لا لبس فيه. الموقف المصري يمكن تلخيصه الحقيقة في مجموعة من النقاط للسادة المشاهدين اللي حابين يعرفوا ايه موقف الدولة المصرية او ايه موقف مصر الحقيقة من ما أعلن. الموقف واضح، الموقف المصري واضح وصريح. بيقول الموقف المصري او شواهد الموقف المصري ان الخطة دي اللي احنا سمعناها من الرئيس الامريكي هي رؤية، هي مقترح لحل عملية السلام زي كل الخطط والمقترحات والمحاولات السابقة، يعني من أوسلو لمدريد لكام ديفيد لكل الإجراءات لمؤتمر بتاع شرم الشيخ اللي كان هنا بتاع بيل كلينتون، كل دي خطوات وكل دي كانت محاولات الحقيقة عشان تفتح مجال للتفاوض المباشر مرة أخرى ما بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي. كذلك الرؤية المصرية بترى فيها أنها بتفسح المجال للمفاوضات لتحقيق أكبر قدر من المصالح أو المكاسب للشعب الفلسطيني. مش هنزايد ولا يقدر ابدا حد يزايد على الدور المصري، مصر ليها دور تاريخي ودور اساسي ومحوري في القضيه الفلسطينيه، مصر كانت ولا تزال وستظل ان شاء الله بتقوم بجهود كبيره تجاه القضيه الفلسطينيه بصفه عامه وايضا تجاه اهل قطاع غزه اشقائنا بصفه خاصه، مصر دائما ما بتدعم الشعب الفلسطيني لتحقيق مصالحه وحقوقه، وان القاهره ودي مهمه جدا لازم الكل يعرفها، ده محدد مهم جدا او ده شرط مهم جدا نقدر نقوله في توجه القاهره، توجه مصر، ان القاهره ترفض توجيه اي ضغوط على الفلسطينيين للقبول بما لا يتلائم مع طموحاتهم. تحت العنوان ده حط حضرتك بقى اي حاجه. تاني، مصر ترفض اي ضغوط على الفلسطينيين لتحقيق ما يتعارض مع طموحاتهم. بالتالي مصر بترى ان الخطه بترتكز على حل عمليه السلام ما بين الطرفين دون ان يتم اقحام اطراف اقليميه اخرى كجزء من الحل، يعني يتم الحل وفقا للطرفين بما يتلائم مع الطرفين ومصلحه الشعب الفلسطيني هي المقدمه والمقدره بالنسبه لنا، ولكن دون تدخل اي قوى اقليميه في جهود في اطار عمليه السلام. من حق كل طرف من الاطراف في اي عمليه تفاوضيه ان هو يقول ما يراه، ولكن طبعا واضح التزايد الكبير في اعداد المستوطنات خصوصا في الضفه الغربيه طبعا وفي محيط القدس او غلاف القدس كما يقال، وبالتالي كان لابد من تحرك في هذه المرحله. ومهم اللي جاي ده استغلال اي فرصه، استغلال اي فرصه، لان عمليه السلام تسمى في الخارج هي عمليه الفرص المهدره، اسمها كده عمليه السلام في الشرق الاوسط ما بين الفلسطينيين والاسرائيليين بيسموها عمليه الفرص المهدره، كل ما تيجي فرصة للسلام من أول المين هاوس تروح، لكن ما علينا، هي فرصة للدخول مرة أخرى في عملية تفاوض مباشرة. من هذا المنطلق الحقيقة أو من هذه الاعتبارات اللي طال حضراتكم يمكن بالتالي أن تعتبر هذا أو يعتبر هذا المقترح الأمريكي وهذه الخطة الأمريكية هي طريق، هي محاولة جديدة لإحياء عملية التفاوض المباشر مرة أخرى ما بين الطرفين. يعني ده تقريبا إنجاز لنا إن احنا نضيف بعد البيان بتاع الخارجية البيان الرسمي اللي احنا لسه ريان قايلاه الصادر من الخارجية المصرية منذ قليل.